انا كنختص في قانون الهجره والقانون المدني، وكنحاولوا نحلوا المشاكل ديال المهاجرين المغاربه اللي كاين هنا في الجزر الكناري. عندي واحد البيرو في تنريفي وعندي بيرو في فورتيفنتورا، وهذه فرصه سعيده باش اننا نشاركوا في هذا المنتدى هذا اللي كت الاورغانيزاسيون ديالو كديروا القنصليه، وطرحنا فيه جميع بزاف ديال المشاكل من ناحيه ديال المهاجرين باش نشوفوا واش غنتلاقاو لهم، واش غنتلاقاو شي حلول من السلطات المغربيه. الناس دابا اللي عندي في تنريفي هما الناس اللي قاطيني في تنريفي، والناس ديال فورتيفنتورا كيجوني بعثات من لانساروتي. علاش؟ لان بحال دابا هنا في الجزر الجزيره تاع تنريفي هي اللي متكلفه بليرو لا غوميرا، والجزيره ديال لاس بالماس متكلفه بفورتيفنتورا و بلانساروتي. انتونسيس كل اداره واخا القانون واحد، كل اداره كتطبق القانون بالطريقه على الطريقه ديالها. داكشي علاش المشاكل ديال اصلا المشاكل ديال المغاربه نورمالمون ديما كيكون يعني كيكونوا متعددين، من ناحيه بحال دابا مشاكل ديال الزواج، من ناحيه ديال الطلاق، مع الاقامه ديالهم، مع الاكسبولسيون، مع باش يصيفطوهم للبلاد، الناس اللي ما عندهمش اوراق، يعني عايد المشاكل هكا كيتكرروا بزاف. وكنحاولوا ما امكن كما قلت لك نساعدوهم باحسن على احسن طريقه.